تمام، هلا بلش الريكوردنج عندنا للتي ام اي. مساء الخير جميعا. هلا بدنا نحكي اول شيء عن التي ام اي تبعتنا بالمطلوب منا في البي بي 851. طبعا الريبورت اللي معنا طويل، لكن من البدايه الريبورت مش كل شيء بالريبورت مطلوب منا انه نقراه او مطلوب منا نتطلع عليه. في اشياء كثير زياده موجوده فيه. كل الاطلاع تقدروا تقرؤوه، هذا ريبورت سنوي تطلعوا عليه للمعرفة العامة، يعني تطلعوا عليه كثير بيحكي عن هذا الريبورت مع الجي اي ام ريبورت الانتربرنيورشيب ريبورت الجلوبال انتربرنيورشيب ريبورت، بيحكوا لنا عن وضع البلدان بشكل عام، وكل سنة بيطلعوا هدول من البنك الدولي بيطلعوا هالريبورت الريبورتس، وبكونوا كويسين انك تطلع على البلد اللي انت فيها على الاقل او على البلاد اللي حواليك ايش الفرص اللي موجوده فيها او ايش المشاكل اللي موجوده فيها كمان. هلا المطلوب منا بالتي ام اي اول سؤال بيحكي لنا كريتيكالي ايفالويت ذا انتربرينور شيب ايكو سيستم ان عرب ريجن اند بروفايد يور سجستشنز فور امبروفمنت بيست اون يور ايفالويشن. السؤال الثاني نفسه، لكن السؤال الثاني مخصص انه نحكي عن الاردن، عن الايكو سيستم، عن الانتربرينور شيب ايكو سيستم اللي موجود بالاردن. ونفس الشيء بده بالسؤال الثاني، نتطلع على السؤال الثاني ونكتب ايش في عندنا سجستشن كيف نحسن المناخ اللي موجود بالاردن، مناخ الرياده اللي موجود بالاردن. دكتور عفوا بس صراحه بالريبورت اللي معكم مسموع الصوت صح؟ مسموع، بس دكتور انا الصراحه مش عارفه احنا وين بالضبط، انا اني فاتحه من ال على الموقع بتبع على الموقع، مش عارفه احنا وين بالضبط. اي موقع قصدي يعني عم بتبع من ال خليك معنا ايش هو، خليك معنا لسه ما فتحنا ولا شيء. هلا اي شيء بدنا نفتحه راح نفتحه واحنا موجودين على التيمز. اوكي ما تنبلش اي شيء. هلا اي شيء بدي افتحه على الموقع انا بفتحه من عندي بورجيكم اياه. خلص اوكي تمام. هلا عندنا الريبورت اللي موجود اللي هو let me open it ونتطلع عليه مع بعض. هذا الريبورت مش طالع معنا هون، واي مش عارف ليش. طيب نروح على صفحة اللي عندنا طارق مش موجود، طارق ومع يعني هيك صار اثنين مش موجودين. طيب طالع عندكم صفحة، بلش يطلع عندكم شيء؟ دكتور مبين عندنا. هلا بدنا نفتح اللي هو الريبورت، هذا الريبورت اللي احنا المفروض نشتغل عليه تي ام اي 1.
هذا الريبورت. طبعا الريبورت عماله راح يحكي لنا عن، بلش يشرح لنا شوي، راح اورجيكم الاشياء المهمه في اللي راح تستخدموها في كتابه التي ام اي، الاشياء اللي راح تعتمدوا عليها بكتابتكم للتي ام اي. طبعا هذا الريبورت عماله بيحكي لنا عن الانتربرينورشيب اند اتس كونتريبيوشن تو ذا سيتي. ممكن ناخذ منه بعض المعلومات المكتوبه بالانترودكشن، هاي بالاشياء اللي بدكم تكتبوها للانترودكشن. بعدين هذا الريبورت شارح لنا عن الميثودولوجي، كيف مشتغلين، كيف اشتغلوا هذا الريبورت. هذا مش مهم عنا، المهم عنا الجزء اللي ببلش صفحه 16، انتربرينورشيب ان ذا ارب كانتريز. هذا اللي هو شارح لنا عن موضوع الرياده ومحفزات الرياده بالعالم العربي، بدول العالم العربي، 22 دوله اللي مذكورين بهذا الريبورت او اللي اشتغلوا عليهم بهذا الريبورت. طبعا اهم شيء بقراءتنا للريبورت الاشياء اللي راح نعتمد عليها لمناقشه السؤال الاول والسؤال الثاني، راح نعتمد على ال 11 دايمنشن موجودين اندر doing business as، اللي هم موجودين عندنا بصفحه. عفوا دكتور للمقاطعة، بس مبين إنه في نوتيفيكيشن إنه في ناس عم بيستنوا to join the meeting، فيمكن مبين عند حدا. ما عندي هلأ هلأ راح النوتيفيكيشن، فيمكن كأنه فاطمة صارت طالعة وداخلة مرتين ثلاث، تطلع وبرجع بدخلها، كأنه في عندها مشكلة بالنت. بس سوري للمقاطعة دكتور. لا تمام، أنا مرة تمام أنا شفتها دخلت وطلعت أكثر من مرة، فاعتقدت إنه في عندها مشكلة. لا من الدكتور بس مرت لها. تمام. هلا أول شيء بدنا نتطلع عليه من أول الأشياء المهمة بهذا الريبورت اللي هو تيبل 1. لاحظوا هذا تيبل 1 اللي موجود عندنا قبل ما نبلش نشرح بأي شيء، التيبل 1 اللي موجود بصفحة 12. اللي هي بحكينا عن الـ inputs estimated to predict the success of entrepreneurship، اللي هي عبارة عن العناصر أو المحفزات أو الـ drivers الأساسية اللي تعتبر input حتى تنجح عنا عملية الريادة في أي مكان. هذا بحكي عنه general. فأول واحد بحكينا عن شو؟ بحكينا عن أول عنصر من العناصر، بحكينا عن الـ access to finance. Access to finance اللي هي الـ capital، which is بحكي لنا وجود الـ access to finance. It includes الـ individual investors، وجود ناس أو وجود مستثمرين بشكل شخصي، وجود شركات الـ venture capitalist fund، شركات، وجود public funding، وجود شركات تعطينا قروض debt financing، وجود الحكومات أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية اللي ممكن تعطينا grants منح، ووجود سيكيورتي ماركت، انه لو حبينا انه احنا نطرح سيكيورتي، نطرح اسهم وسندات، ان نبيع اسهم وسندات، بالاسهم والسندات هاي نقدر نحصل فيهم على شو؟ نقدر نحصل على ماني، نقدر نحصل على فلوس، حتى الفلوس هاي نقدر ندخل فيها او تقدر تساعدنا في عمليه الفاينانسنج للنيو بروجكتس اللي احنا بدنا نقوم فيها. تمام. فهذا اول واحد من العناصر، عنصر مهم جدا ان يكون في عندي اكسس تو فاينانس من عوامل النجاح لاي مشروع صغير او اي مشروع ريادي. نمبر 2 من الدايمنشنز بيحكي لنا انه يكون عندي سكيل تالنتس اللي هو العنصر البشري، يكون موجود عندنا عناصر بشريه، العناصر تكون متعلمه، عندها قدره على الريسيرش والديفلوبمنت، ويكون عندنا كمان ب ناس يقدروا يدربوا لنا الموظفين اللي عندنا على الاعمال الرياديه المختلفه. كمان بيحكي لنا انه يكون موجودين في بلد او نكون موجودين بمكان، ويكون في عندنا اكسس على اللوكال والانترناشونال ليبر ماركت، اذا كنا بدنا نجيب موظفين او عمال، موظفين خبراء من الداخل او من الخارج. العنصر الثالث بيحكي لنا سبورت اند نتوركس، اللي هو عنصر وجود الشبكات ووجود الدعم، منهم اللي يكون عندي مثلا انكيوبيترز اللي هم حاضنات الاعمال، او اكسلريترز اللي مسرعات الاعمال، انكيوب الاكسلريترز مسرعات اعمال، انكيوبيترز حاضنات اعمال.
يكون في عندي ايفنتس للمشاريع، يكون في عندي شراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، يكون في عندنا سبورت بغض النظر عن نوع السبورت، سواء كان السبورت من كووركينج سبيسز او يكون عندي تكنولوجيكال باركس، يكون عندي منتورز كوتشز تكنيكال اكسبرتس ادفايزرز، كلهم هذول عبارة عن عوامل بيدخلوا تحت السبورت اند نتورك، اللي هم عبارة عن عوامل مساعدة كمان حتى تنجح ينجح عندنا المشروع الريادي. نمبر فور، تمام، العنصر الرابع عنصر الكلتشر. العنصر الرابع من العناصر المساعدة عنصر الكلتشر، اللي هو عنصر الكلتشر بمعنى أن يكون في عندي قبول كلتشر مساعد وقابلة للأفكار الجديدة، الكلتشر اللي عندنا يكون عندها طموح في تغيير الحالة حالتهم الحالة اللي هم موجودين فيها لحالة أفضل، ويكون عندنا الكلتشر يكون فيها يمتازوا من ضمن هالناس اللي موجودين بالكلتشر، يكون في عندنا اشخاص مستعدين يتحملوا الريسك، والكلتشر اللي عندنا تكون تقبل انه الناس الخطا وتقبل الفشل، يساعدوا الحدا اللي بغلط ويساعدوا الحدا اللي بفشل اذا فشل بمشروع. من العنصر الخامس بيحكي لنا عن الريجوليشنز والبوليسي، هاي اشياء اللي هي الأشياء اللي هي بتتعلق بالدولة من حيث وجود قوانين تجارية ومن حيث وجود تسهيلات وتنظيمات للأعمال التجارية داخل وخارج داخل وخارج البلد. كمان يكون في عنا الجوفرمنت، إن الجوفرمنت اللي عنا تكون بتساعدنا بالريسيرش والديفلوبمنت، وإنه ممكن تدعمنا بالريسيرش وتدعم أو تقدم مساعدة للبزنسز في مجال الريسيرش والديفلوبمنت. العنصر السادس من عناصر النجاح لأي المشاريع الصغيرة والمشاريع الريادية تحديدا، بحكينا يكون في عنا ماركت بوتنشل، بمعنى انه الماركت اللي احنا نكون موجودين فيه انه هذا الماركت يكون جاهز للاختراعات الجديدة او للبرودكتس او السيرفيسز اللي احنا منا نقدمها، أزلون قلنا إحنا بنحكي عن entrepreneurship، يعني راح يكون عندنا أشياء جديدة، ومن ضمن الأشياء إنه هذا الماركت تبعنا يكون جاهز ديجيتالي، يكون جاهز بالأيام اللي إحنا عايشين فيها، على الأقل ديجيتالي يكون جاهز، الحكومة تكون مجهزته أو القطاع الخاص يكون مجهزته. كمان مهم يكون عندي لما أحكي عن market potential يكون في نكون عملنا دراسة إنه في عندنا عدد customers، عدد كاستمرز او بوتنشال كاستمرز ممكن ننجح احنا من خلالهم، او ممكن احنا نعمل فلوس نعمل بروفيت داخل هذا الماركت، يعني يكون حجم الماركت حجم معقول، حجم معقول وحجم مقبول حتى احنا نقدر نعمل بداخله بزنس ونقدر نعمل بروفيت. العنصر الاخير اللي بيحكي لنا من اللي بيساهم بالنجاح ويعتبر انبوت لعمليه الانتربرينورشيب، اللي هو عنصر الاي سي تي انفراستراكشر، انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي انفراستراكشر، يكون عندنا انفراستراكشر من ناحيه اتصالات قوي، بحيث يكون عندنا انترنت كلاود، يكون عندنا اماكن موجود عندنا اماكن وامكانيه لتخزين الداتا وللحصول على الداتا والحصول على الداتا في اي وقت احنا بدنا اياه، وكمان يكون جزء منه يكون اكسسبل، والاكسسبيليتي بتعني كمان انه يكون اكسسبل وافوردبل. الاكسسبيليتي بتعني الجزء فيه انه ما يكون سعره غالي، انه احنا ما نصرف كثير على الاي سي تي as new comers to the market. تمام، هاي العناصر السبعه لاحظوا انبوتس ل نجاح أي مشروع ريادي بالعالم، بأي دولة بالعالم، أي مكان بالعالم. هلأ تفضلي. أسفة على المقاطعة، بس مها بتبعت على الجروب إنها عم بتحاول تدخل، بضل يعطيها إنه لازم إنه أنت كأنه تقبل عليها تعمل accept، وبعتت رقمها الجامعي، بتحب أعطيك إياه؟
طيب خليني ادخلها من عندي هلا. اي طلع عندي هلا، خليني افتح هون بس شوي واجرب ابعث لها من عندنا انفيتيشن. two 10370 هلا هيك ما بعتنا لها احنا، وحدا يبعث لها او بعتوا لها على الجروب. خليني ابعث لها هلا، انا عملت لها اد من عندنا. خليني اشوف وين اللينك كمان مره، نبعث لها اللينك. تمام، حد عنده سؤال على السبع عناصر؟ في شيء مش واضح فيهم؟ تمام دكتور. لاحظوا هدول بدهم يكونوا، احنا بنكتب واحنا عمالنا بدنا نجاوب هلا السؤال الاول ولا الثاني، ما راح نكتب عن كل واحد فيهم بالتفصيل، لكن هدول زي احنا بدنا نعتبرهم البيس او الباك جراوند اللي احنا بنشتغل عليها. هلا احنا بعد هيك بدنا نبلش نشتغل على السؤال الاول، بدنا نحكي بالسؤال الاول عن شو، بدنا نحكي عن الارب كانتريز جنرالي. هلا بالريبورت حاط لنا معلومات عن 22 دولة عربية و11 منهم اللي داخلين بالسيرفي او بال 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 بالستدي اللي هم عاملينها طبعا، وهو عماله بشرح، هو عماله بلف حوالين ايش؟ حوالين السبع نقاط الموجودة. فلاحظ مثلا لما بيحكي عن الامارات مثلا، انه الامارات رقم واحد بالعالم العربي. لما تقرأ اللي مكتوب عن الامارات راح تشوف انه الامارات شو كاتبين عن الامارات؟ كاتبين عن الاكسس تو فاينانس، انه الاكسس تو فاينانس انه الدوله بتدعم في بابليك فند. الاشخاص اللي موجودين اصلا من اعلى الدخول او من اعلى الانكمز اللي موجوده بالعالم از انديفيدجوالز، يعني الناس اغني، الشعب اللي موجود غني، فبالتالي عندهم اكسس على الفاينانس. اذا حدا بده قرض من البنك سهل انه ياخذ قرض من البنك لدعم مشروع. هلا لما يحكي عن الامارات نفس النقاط بلف حوالين السبعه، سكيل تالنتس، انه موجودين الناس المتعلمين، واذا ما كانوش موجودين من البلد فهم عمالهم بيجيبوهم من بلاد، من بلاد مجاوره او من البلاد، من كل بلاد العالم تقريبا عمالهم بيجي على عمالهم بيجولنا على بيجوا على الامارات. تمام، نفس الشيء لما يحكي عن النتورك السبورت والنتورك، في عندهم اكسلريترز، التعليم عندهم قوي، في عندهم كوتشز، في عندهم منترز، الماركت بوتنشال تبعهم عالي جدا، الانفراستراكشر اللي فيه عالي، الحكومه، وهي النقطه اللي بدكم تركزوا عليها طبعا هلا راح اعطيكم، هاي اهم النقاط اللي هي ذا ايز اوف دوينج بزنس. الايز اوف دوينج بزنس بالامارات من تقريبا رقم واحد، مش بس عند العرب، تقريبا من اللي رانكينج امونج الافضل الدول الموجوده بالعالم من ناحيه ايز اوف دوينج بزنس. هلا راح نورجيكم على الريبورت هذا جايبينه من تقرير البنك الدولي ايش اللي بيقصدوه بالايز اوف دوينج بزنس، شو الدايمنشنز اللي بيقيسوا عليها. كمان الكلتشر، لاحظ الكلتشر اللي موجوده، كمان كلتشر مساعده محفزه. واخر شيء عن الاي سي تي انفراستراكشر، كمان انه البلد جاهزه والحكومه مجهزه كل شيء، وايفرثينج از افوردبل، تشيب برايسز، تقدر تحصل على انترنت، على كلاود، على مساحات للتخزين، تحصل على داتا باسعار رخيصه اذا ما كانت، حتى اذا ما كانت مجانيه. تمام، هاي اهم شيء بالاول، انه نصرف وقت شويه وقت على اللي هي صفحه 10 11 12، هذا الريبورت اللي عماله بيحكي لنا عن هذا الريبورت اللي هو الريبورت الاول. هلا واحنا بنكتب عن العرب كانتريز، لما بدنا نعمل الايفالويشن، هلا الايفالويشن مينلي احنا بدنا نركز على شو؟ بدنا نركز على الايز اوف دوينج بزنس. تمام، هاي ملاحظه يعني حطوها عندكم، انه احنا بدنا نركز بالريبورت تبعنا هلا بجابتنا للسؤال الاول والسؤال الثاني على الايز اوف دوينج بزنس. بالسؤال الاول راح نكتب عن العرب كنتريز بدون ما نكتب عن الاردن، بالسؤال الثاني راح نكتب عن الاردن. تمام، هذا الفرق بينهم.
هلا الايز اوف دوينج بزنس ايش معناه؟ ايش بيعنوه الايز؟ شو المعنى للايز اوف دوينج بزنس؟ بالترجمه الحرفيه تبعتها ايش؟ انه سهوله القيام بعمل معين، مزبوط، او سهوله القيام بالاعمال اذا بنطلع عليها ترجمه حرفيه. لكن ايش بتعني عندنا بالريبورتس تبعات الامم المتحده، البنك الدولي، وبالريبورت اللي موجود عندنا؟ الايز اوف دوينج بزنس عندنا هون بتعني 11 انديكيتر، 11 كاتيجوريز. في عندنا 11 كاتيجوريز بتنقاس، اللي هم حاطين لنا اياهم هون. There are 11 indicators set to measure aspects of business regulation that matter for entrepreneurship in this ranking. او اولها، لاحظ انه in business ranking اولها اذا بدنا نبلش نطلع عليهم، اللي هم يوم طلع لنا هاي الفقره اللي موجوده عندنا هون، هذول ال 11 اللي موجودين اللي بيمثلوا ال indicators لل ease of doing business. تمام؟ فمنهم مثلا بيحكي لنا عن البزنس ريجستريشن، عملية تسجيل البزنس، البزنس ريجستريشن اند لايسنسنج بروسيجرز، تاكس بوليسز اند ادمنستريشن، هي صاروا اثنين، اكسس تو فاينانس ثلاث، ليبر لوز اند ادمنستريشن اربعة، اوفر اول كواليتي اوف ريجوليشن جوفرنانس، لاند تايتلز، ريجسترز اند ادمنستريشن، اكسس تو كوميرشال كورتس اند الترناتيف ديستريبيوت ريزولوشن ميكانيزمز، access to market information. كل هذول العناصر عبارة عن 11 عنصر، هذول ال 11 عنصر اسمهم مع بعض اللي هم الانديكيترز to الانديكيترز for ease of doing business. فطبعا العناصر موجودين، ولاحظوا هون عندنا هذا الدياجرام مورجيك البلاد العربية بالكامل، الرانكينج تبعهم عالميا، فهي عربيا موجود ومبين عنا عالميا موجود عنا. فلو تطلع عليهم مثلا بتشوف انه الامارات رقم واحد عربيا، رقم 11 عالميا، رقم اثنين جاي وراهم مين؟ المغرب. لاحظ الفرق بين المغرب وبين الامارات، المغرب رقمها 11 عالميا، المغرب رقم اثنين عربيا، لكن عالميا قديش رقمها؟ قديش الرقم اللي جنبها؟ 60. يعني جايين على رانكينج الكنتري نمبر 62 في الايز اوف دوينج بزنس على مستوى العالم. بعدين جاي عندنا البحرين، بعدين جاي عندنا عمان، بعدين جاي عندنا تونس، قطر، لاحظ قطر ترتيبها 83، السعوديه 92، بعدين ماشيين على الكويت، جيبوتي، جايين على الاردن تبعتنا، هاي اردننا مثلا. الاردن احنا عندنا رانكينج اي واحده بنطلع عربيا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، احنا رقم 10 عربيا، نتصنف انه احنا الدولة العشرة بين 22 دولة العربية، 22 ولا 23 اللي حاطين لنا اياها عربيا، رقم 10 يعني جايين بالمنتصف. لكن عالميا احنا رقمنا 104 من 190، 104 من 190. وبعدين بعدنا هي جاي عندنا فلسطين اللي هي الوست بانك اند غزة، لاحظ مع انهم بعدنا مباشره رقم 11 لكن عالميا 116. بعدين جاي ايجيبت، والقائمه تستمر لحد ما نصل لليمن والصومال. لاحظ الصومال عندنا هون رقم 190، اخر دوله بالعالم اللي قريبه منها مين؟ اليمن 187 عالميا، ليبيا 186 تقريبا. يعني احنا الدول اللي فيها المشاكل هلا، الاسباب، الدول، العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، الصومال، هذول الدول اللي فيهم المشاكل، الانرست، البوليتيكال انرست سيتويشنز، هذول الدول عندهم مشاكل في الايز اوف دو، الايز اوف دوينج بزنس. طيب هلا بدنا نطلع عليهم هذول ايش اللي بدنا نناقشوا فيهم، اهم النقاط اللي احنا بدنا نناقش فيهم. بدنا نناقش، لاحظوا هنا هلا بنرجع له هذا الجدول، بس رح نيجي على الجدول اللي فيه الانديكيتورز. هذا الجدول اللي فيه الانديكيتورز، هذا الجدول اللي فيه ال 11 او اللي فيه الاجزاء اللي عمالهم بيقيسوا عليها ايش؟ بيقيسوا عليها الانتربرنيور شيب بالعالم العربي. فلوك هير، في عندنا الفاينانس، في عندنا الجفرمنت بوليسز، في عندنا التاكسز، تاكسز والبيروقراسي، في عندنا الانتر جفرمنت انتربرنيور شيب بروجرامز، في عندنا انتربرنيورال اديوكيشن at school, entrepreneurial education at both
school stages, research and development transfer, commercial and legal infrastructure, internal market dynamics, internal markets burdens or entry regulation, physical infrastructure, and آخر شيء محطوط عنا الكلتشر. وهذا معطيك يعني زي علامة لكل دولة من الدول الموجودة. العلامات الموجودة من خمسة أعتقد، هاي من خمسة بتكون، لا من أكثر، مش من خمسة I think، نسيت من إيش، لكن هذا اللي هم ال 11 فاكتورز اللي بيقيسوا فيهم، اللي حكينا عنهم الفاكتورز ال 11 dimensions اللي موجودين للإيز أوف دوينج بزنس. هلا في عنا عناصر لحد هلا ماشيين معي رايت؟ يس نعم دكتور. هلا في عنا من الأشياء اللي مثلا بيحكوا لنا عن آراء الناس اللي موجودين هلا، عشان حكينا عشان الانتربرنيورشيب أو عشان المشاريع الصغيرة ولا المشاريع الريادية تنجح، لازم يكون في عنا individuals أول شيء مؤهلين أو عندهم ال willingness to take the risk، عندهم tolerance لل failure ويكونوا willing to take risk، ولازم يكون عندنا مجتمع متقبل لموضوع الريادة. هلا هون معطينا بعض الدول، معطينا شوي على بعض الدول، بعض الإحصائيات اللي جايبينها من بعض الدول، بحكي لنا عن سألينهم سؤال، سألوا سؤال عن الانتربرنيورشيب as a good career choice، يعني سألوا عن الانتربرنيورشيب هل الريادة تعتبر خيار جيد، خيار جيد للعمل. لاحظ إجابات الناس اللي موجودين، الإجابات الناس في البلدان المختلفة، مثلا بإيجبت مصر كان 83 و4 بالعشرة بالمية، يعني 83% من اللي جاوبوا كانت إجابتهم يس. بالأردن 73، بالموروكو 79، 81 بالسعودية، 71 بتونس، 75، يعني تقريبا عمالنا بنحكي عن on average، عمالنا بنحكي عن 75% من ثلاث أرباع الناس اللي انسألوا بالبلدان المختلفة كانوا موافقين أو بيعتبروا إنه الانتربرنيورشيب إنه شيء مليح. لاحظ كمان السؤال الآخر إنه هاي ستاتس تو سكسسفول انتربرنيور، إنه لما سألوهم السؤال إنه الانتربرنيور بتعتقد إنه هذا الانتربرنيورز أو الأشخاص الرياديين راح يكون لهم برستيج وهاي ستاتس بالمجتمع اللي أنتم موجود فيه، هاي النسب اللي موجودة نسبة عالية تقريبا 77% الأفرج تبعها بأفرج للمنطقة إنه كانت إجابتهم إيجابية. في تركيز بالإعلام، السؤال الثالث، في تركيز بالإعلام مثلا على موضوع الريادة، تقريبا كان في عندنا 66% on average الإجابة أنه كانت yes أنه فيه، فمعناته أنه في قبول، في ناس رياديين موجودين. هذا هيك بيعني لنا هذا الجدول أنه there are people who are willing to take the risk and to be entrepreneurs، وكمان عندنا المجتمع بشكل عام أنه عندهم تقبل ل فكرة المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة. هلا في كمان إشي عندنا هون، السؤال من الأسئلة اللي هو من الأشياء المهمة، في عندنا عمودين هون، هلا رح نشوف الأول عمود وبعدين نجي على العمود الثاني. أول عمود اللي هو عبارة عن الخوف من الفشل، نسبة الخوف من الفشل من الناس اللي انسألوا في هالبلدان، قديش كانت نسبة الناس اللي خايفين من الفشل أو يعتقد إنه إذا قام بمشروع، حابب يقوم بمشروع لكن بخاف انه المشروع تبعه يفشل. اقل نسبة كانت في لبنان 17% عندهم، يعني 83% من اللي انسألوا بيعتقدوا انهم بنجحوا، 17% بيكون عنده خوف من الفشل. لاحظ بمصر 30، 33 بالجزائر، 33 تقريبا ب 33 وبليبيا، 34 بالسعودية، 40 بفلسطين، 40 بتونس، 41 أو 42 تقريبا بقطر. الناس عندنا بالأردن 44% بيعتقد أنه بيفشل، بالمغرب 52 تقريبا 53%. لاحظ بالإمارات مع أنه حكينا أنه أحسن دولة والدولة رقم واحد عربيا، لكن نسبة الناس اللي بيعتقدوا أنه ممكن يفشلوا 61%، أعلى نسبة. أعلى نسبة طبعا. إذا بدك تبررها شو السبب، في أسباب طبعا، يعني حدا ممكن يتطلع على يعطيني أسباب ليش اللي بالإمارات مع إنه دولة ناجحة جدا
ونسبة الناس اللي خايفين 61% خايف من الفشل. دكتور يمكن عدد سكانهم قليل. ممكن. كمان لأنه دكتور في كتير بزنسز وهي فالكمبيتيشن بتكون كتير عالية. Exactly. هذا هو المين ريزن. هذا هو المين ريزن. لأنهم دولة متقدمة جدا وعمالهم جايبين إشي متقدم عن كل البلاد اللي موجودة. فهو اللي بده يجي جديد النيو كامر بده يجيب إشي جديد، كل إشي جديد تقريبا بيكون موجود عنده، فعنده كومبيتيشن عالي، عنده خوف من المينلي الخوف من الكومبيتيشن. هذا واحد. وثاني شيء انه الماركت اللي عندهم جلوبال ماركت، اي حدا من اي حد من اي مكان بالعالم بيقدر يدخل بهالماركت وينافسك فيه، فبضل عنده خوف عالي انه يفشل، احتمالات الفشل عنده عالي، او هيك بعتقد. تمام. كمان تفضلي. كمان كنت بدي أحكي إنه بتكون مرات حجم البروجكت جداً ضخم، فيمكن نسبة الأوبرتشنيتي للناس التانية اللي بدها تفتح مشاريع مش ضخمة بتكون جداً قليلة. وبالإمارات الكونتراكترز على الغالب بيكونوا من خارج البلاد والأفكار جداً بتكون مكلفة، فبيكون عندهم الخوف أكثر ما أنها تكون كدول متوسطة مثلاً زي الأردن وفلسطين وتونس. يعني ممكن كمان سبب، شكرا، كمان ممكن كمان سبب انه حكينا انه دخل الناس اللي موجودين عالي، مزبوط. يعني بالوضع العادي دخل الناس اللي موجود الانديفيديوال انكم تبع الناس اللي موجودين عالي، هلا اللي بيكون يفكر بمشروع ريادي بيكون يفكر عشان يزيد دخله، مزبوط. اكزاكتلي. اذا انت دخلك عالي اصلا فبتكون خايف تضيع الدخل الاصلي اللي عندك، الدخل المضمون، فلذلك بيكون في عندك خوف انه ممكن تجيب إشي وتفشل، أو حتى اللي لو جبته ونجح ما راح يجيب لك نفس الدخل العالي اللي عماله بيجيب لك إياه من وظيفة، من وظيفة راتبها معروف ومضمون يعني. بس دكتور هذا الخوف اللي بنحكي عنه يعني مش بس بالإمارات، هذا بحس بأي شخص موجود بالعالم راح يحس بهذا الخوف، خاصة يعني خلينا نحكي بالدول العربية. صحيح، هاي النسب موجودة بكل دول العالم. لاحظي لما حكينا عن، يعني أنا في عندي أسباب أخرى يعني بطلع عليها، مثلا لما تحكي عن لبنان 17%، ليش 17%؟ ليش الرقم قليل؟ ما عنده شيء يخسره اللبناني يعني، لا في وظيفة خايف على، أصلا ما عنده وظيفة، واللي عنده وظيفة راتبها مش عالي، يعني ما عنده شيء يخسره، مستعد يغامر يعني. نقص أكثر حدا مستعد يغامر بيكون مين؟ اللي ما عنده شيء يخسر، اللي ما عنده شيء يخسر. يس صح، هو خسران أصلا فما عنده شيء يخسره، فبالنسبة له احتمالات النجاح بتكون عنده دائما احتمالات النجاح، يعني شو ما كان الوضع راح يكون أفضل من الوضع اللي هو موجود فيه حاليا. لكن كل ما زاد دخل الفرد وكل ما زاد دخله من الوظيفة الثابتة المضمونة اللي بيشتغلها، كل ما كان دخله عالي ومستقر، هذا بيعطيه إيش؟ خوف إنه يدخل بمشروع جديد. yes. تمام؟ هلأ العمود الثاني، هذا عمود، بالعمود الثاني بعطيني يعني زي هذا العمود معطيني نسبة الانتربرنيورز الذكور للإناث بكل دولة. تمام؟ فلاحظوا كيف بدنا نقرأوا هذا. مثلا لما نطلع على لبنان بيحكي لنا 0.69 نسبة الذكور للإناث، نسبة عالية. 0.4 بمصر، بالجزائر 0.51 تقريبا 0.5 يعني نص، كل 2 انتربرنيور ذكور في واحدة أنثى مقابل إلهم. تمام؟ لاحظ عندنا فلسطين مثلا 0.21 بحكي لنا، شو يعني 0.21؟ 2 بالعشرة، 1 من 5، يعني كل 5 انتربرنيورز ذكور في مقابلهم واحدة أنثى. لاحظ بقطر أعلى نسبة موجودة وين؟ بقطر 0.99. شو يعني 0.99؟ تقريبا كل انتربرنيور ذكر في مقابل واحدة أنثى، يعني في تكافؤ بين الذكور والإناث. تقريبا بالأردن الربع تقريبا 0.26، كل 4، كل بتشوف 4 ذكور انتربرنيورز في مقابلهم 1 فيميل. بالإمارات برضو نسبة عالية 0.89، بس أعلى نسبة موجودة عندنا هون وين؟ بقطر. بقطر الذكور للإناث. هلا هون شارح لنا شو؟ شارح لنا عن الاشياء اللي احنا اكشوالي بدنا نعلق عليها اكثر شيء، اللي هي الايز اوف دوينج بزنس، ونبلش يشرح لنا عن كل واحدة فيهم، عن الاكسس تو فاينانس جنرالي بالعالم العربي،
الاكسس تو فاينانس، من وين مصادر الفاينانس اللي بيجيبوها الانتربرينورز بالعالم العربي جنرالي. فهذا وانتم بتقراوا فيه بدكم تشوفوا وين تحت السورسز اوف فاينانس. مثلا لاحظ بيحكي لنا في عندنا فورمال انفست، في عندنا الفورمال سيكتورز والانفورمال، لكن بيحكي لنا جنرالي في عندنا 95% من الانتربرينورز عالميا they use their own fund to start their ventures. يعني 95% من الانتربرينورز بالعالم بيكونوا ايش مصدر الانكم تبعه، من وين بيجيب الانيشال كابيتال تو ستارت ا بزنس، بيكون جايبها من his own saving or his own personal resources. طبعا البيرسونال ريسورسز تتعدى مصادرك الشخصيه لحد ما تصل للفاميلي والفريندز، تمام، للفاميلي والفريندز اللي انت ممكن تاخذ من عيلتك او تتداين من اصدقائك او اصدقائك يساعدوك بالمشروع. هلا بعدك بحكينا انه في عندنا government financing، وهذا اللي بيميز لما انت تحكي هلا بدك تحكي عن الرياده بالعالم العربي وبدك تاخذ امثله على الدول المنيحه، مثلا اللي موجوده عندنا الامارات، المغرب، السعوديه، قطر، راح تشوف انه في عندهم government financing للمشاريع، للمشاريع الصغيرة، في عندهم government financing للمشاريع الصغيرة. كمان عندنا إشي بسموهم الانجل انفسترز أو الفينجر كابيتالست، هدول نوعين من الناس اللي هم عبارة عن مستثمرين بيكونوا فاتحين شركات، هدول بيعملوا بين فترة والتانية بيكونوا عاملين لقاءات واجتماعات في أماكن مختلفة، بيجمعوا أفكار أو بيجوا ناس بيشرحوا لهم الأفكار تبعتهم. فهم هذول الانفسترز اللي بيسموهم انجل انفسترز او فينتشر كابيتالست كومبانيز، اذا اقتنعوا بمشروعك اما انهم بعطوك قرض، لانه بعطوك قرض انه او بعطوك فلوس حتى تمشي بهذا المشروع تو ستارت وذ ذس بروجكت، اور شو بيعملوا بيدخلوا معك شركه بهذا المشروع بنسبه، باخذوا 50% منك، 40% 50%، وهم بدعموك بالمال اللي موجود. هدول الشركات، هدول الفينتشر كابيتالست مثلا والانجل انفسترز موجودين بالخليج بكثره، بالامارات تحديدا. ذاتس واي عدد الانتربرينورز والمشاريع الرياديه عالي جدا، ناس معها فلوس وبس بدها تستثمر، فهو ما بده يعمل ولا إشي معك، بس بيكون شريك معك بالربح لما تطلع. مقابل ذلك شو بعمل؟ مقابل ذلك هو عماله بعطيك بالفلوس حتى انت تقدر تبلش مشروعك. هلا حدا راح يحكي لي مثلا ليش اروح عليهم حاضنات الاعمال دكتور؟ بتعدوا حاضنات الاعمال انهم الناس اللي بيدعموا، زي مثلا عندنا مثلا الاويسس 500، سمعتوا فيها؟ في الاويسس، وفي انا طلعت في اكثر من 10 حاضنات اعمال موجودين بالعالم العربي تقريبا بالعالم. عندنا بالاردن مثلا موجود الاويسس. هلا من ضمن الاشياء اللي موجوده بالاويسس، اذا اقتنعوا بمشروع حدا بيعرضوا عليك الشراكه، يعني ممكن يعرضوا عليك الشراكه، ممكن يعطوك فلوس ترجعها بعدين، يعني تدفع عليها فائده وترجعها بعدين يعني ليدر اون، او ما بعطوك دين بيدخلوا معك شركة الاويسز بنسبة بالمشروع 50-60-70% إلهم بيكونوا الباقي إلك. صحيح، تمام. هدول بيكونوا موجودين بالبلاد، كل ما كثروا هدول، كل ما كثرت هاي اللي بدنا نسميهم اكسلريترز أو انكيوبيترز للأعمال، كل ما كثر عددهم بالدول وتواجدوا هدول الناس، بتلاحظوا بسموهم انجل انفسترز، يعني الملاك، انجل يعني ملاك، حدا زي منقذ يعني بيكون هدول. إذا في ناس أغنية بيكون عنده أموال كثير، ملايين مليارات عماله بربح، وممكن يساعد ناس إنه يداينهم مثلا أو يعطيهم منح بشكل شخصي، منح غير مستردة، أو حتى بتكون أحيانا منح مستردة. هلا حدا رح يسأل ويحكي طب أنا ليش ما أروح على البنك وأخذ قرض وأخلص من هالقصة؟ شو اللي بيمنعك ما تروح على ما تروحش على بنك بالمرحلة هاي، بمرحلة اللي قبل البدء بالمشروع؟ لأنه مش رح أقدر أدفع مباشرة أقساط البنك وأنا لسه ما عملتش بزنس مثلا. طيب خليني أعطيك أنا البنك وراح أحكي لك ادفعي لي أول دفعة بعد سنة، أسهل لك هذا الشرط، ما تحكي لك ادفعي لي بعد سنة، بلش بأول دفعة بعد سنة. فوائد مثلا؟ فوائد في إشي أهم من الفوائد. يمكن ما ينجح المشروع. أوكي. البنك عشان يعطيني قرض إيش بده دائما؟
بدو ميزانية بدو رهن أو بدو رهن أو إشي ضمان بدو رهن أو ضمان. طيب بنوقف على هون، بدو ضمان اللي هو ممكن يكون أنا مش معي، أنا أكون صرفته كله على المشروع ما عندي إشي أرهن له إياه أو ما عندي ضمان للمشروع، هذا أولا. ثانيا حكت حدا منكم حكى بدو ميزانية مزبوط، بس نعدل كلمة الميزانية، بده معلومات مالية، بده البنك عشان يعطيني قرض تجاري مثلا بده على الأقل تعطيه فاينانشال ريكورد لثلاث سنين. طب إذا أنت لسه بدك تبلش من وين لك الفاينانشال ريكورد؟ بده يقول ما عندك فاينانشال ريكورد عشان تروح على البنك، فيعني موضوع تروح على البنك ملغي من البداية. ثالث شيء واللي هو أهم شيء إنك أنت مبلش بمشروع ريادي جديد، يعني عندك فكرة جديدة، البرودكت مش معروف إنه راح ينجح ولا راح يفشل لسه، فنسبة الفشل عالية أنت بالنسبة لك ناجح المشروع. بالنسبة للبنك اتطلع عليه انه ممكن يكون عبارة عن دريم عندك، انت حلم، انت بتحلم عمالك يعني، فما راح يعطيك اشي على قرض على شيء مجهول، انه لسه بده يشوف انه نزله على الماركت ويشوف انه صار له زباين وراح يربح ولا ما يربح. البنك لما بعطي بيكون بده اشي مضمون ملموس، بده اشي ملموس واقع. يعني موضوع اني اروح على البنك وانا بمشروع ريادي ما راح يصير الا بعد لما يكون لي 3 او 4 سنين بالماركت وصار عندي فاينانشال ريكورد وصار عندي قوائم ماليه، انكم ستيتمنت وبالانس شيتس وكاش فلو لثلاث سنين على الاقل عشان اروح على البنك اورجيني انا عمالي بربح وبدي قرض. او الحل الثاني ان يكون عندي بيرسونال بروبرتيز ارهن له اياها، وبالحالات بجميع الحالات بتكون الفائدة تبعته غالية عالية، وانت ببداية حياتك ما بدك تدفع فوائد عالية. تمام؟ تمام. هلأ هون عنا اللي هو بيحكي لنا عن شو؟ عن الإمارات تحديدا. لاحظ بيحكي لنا تحديدا عن اليونايتد أرب إماريتس على الـ 11 دايمينشنز اللي موجودين، قديش السكور تبعهم، قديش هم بتحسنوا بالـ 11 كل سنة. طبعا انا عمالي بتفرج على هذا الريبورت اي ثينك من سنه 2014 بنزله دائما وبتفرج عليه، من 2014 لل 2022 كل سنه بتفتحوا على 11 انديكيتورز اللي موجودين بتشوف انه الامارات عمالها بتتقدم. هلا هم رقم واحد عربيا من زمان، من 2015 على الاقل من اول ما بلشت اطلع عليه، لكن عالميا انه عمالهم بتقدموا كانوا بجوز رقم 50 ولا 60 عالميا، ومن هداك الوقت لليوم هم واصلين لرقم 11 وبطريقهم انه يكونوا بالمراكز الاولى. السبب انه عمالهم ايش الايز اوف دوين بزنس، ال11 انديكيتورز اللي شفناهم بالجدول هم عمالهم بيشتغلوا عليهم واحد واحد. فلاحظوا لما نحكي عن الامارات اول دوله عربيه بجوز بيعتمدوا الاسلوب الالكتروني 100%، يعني انت مش ضروري تروح تراجع ولا حدا، كل شيء ممكن تعمله الكترونيك جرين الكترونيك، ما سرعه انجاز، سرعه انك تفتح كوربوريشن سريعه. بس طبعا لسه مش موصلين لسرعه امريكا مثلا. أمريكا مثلا إذا بدك تفتح كوربوريشن على النت ما بتوصل ولا حدا، بتطلع رقم الشركة تبعتك ورقم الضريبة وأنت موجود على اللابتوب خلال يعني within 20 to 30 minutes بتكون مخلص كل البروسيس ودافع. الإمارات لسه ما وصلوا لهالمرحلة، لسه في عندهم أشياء أطول بأخذ وقت أطول، بس مش زي الأردن. الأردن بيقول عنا أنا عملت شركة بيقولوا عنا 6 أشهر عبين ما طلعنا لها اسم يعني. اللي كفي انه الاسم بتضلهم يرجعوك بالاخر بتحطها شركة سين. انا كان عندي الاسم مشكلة، سكرت الشركة قبل اسبوعين، سكرتها كانت شركة المفروض شركة غير ربحية، قبل اسبوعين سكرتها يعني، بس عاد 6 اشهر بالاسم يعني كان عنده مشكلة بالاسم، فما ضلش ولا دائرة بالحكومة ولا مخابرات ولا امن عشان اشي كان في الاسم كانوا معترضين عليه. يعني بس عشان الاسم دكتور؟ واحدة منهم الاسم طبعا. غير المعلومات الأخرى بس الاسم تحديدا يعني تغلبنا فيه. تلاحظوا هذا الشرح اللي موجود هون، يعني حتى لو تقرأوه سريعا يعني وانت بتقرأوا فيه سريع، تقرأوا يعني قراءة سريعة مش قراءة متمحصة، بتقرأ بتشوف انه عماله بس بناقش لك بإيش؟ عماله بيحكي عن السبن دايمينشنز اللي هي الانبوت للانتربرينيورشيب وال11 دايمينشن، وعماله مركز على مين، بيحكي عن احسن الدول العربيه اللي موجود. هلا هذا الاندبث انترفيوز اللي بيحكي فيها عن تونس مش مهمه، يعني مش مهم تطلعوا عليها ما بتهمنا. ومن هون ورا استراتيجيك جايد لاين والتريننج كورسز للانتربرينيورشيب، هذا ممكن يكون موضوع اخر يعني مش موضوعنا، أكيد مش الموضوع تبعنا يعني.
إلا صار عندكم فكرة تقريباً على هالريبورت الطويل اللي موجود، رايت؟ يس. يعني على الأقل إنه صار عندنا إيش؟ صار عندك فكرة إنه ما تطلع على الريبورت وأنت عمالك بتطلع عليه، كثير معلومات موجودة بالريبورت، حتى نسبة الأمية ونسبة التعليم وكله موجود، هذا الموجود على الموجود بهالريبورت اللي موجود عندنا. هلأ نرجع لسؤالنا، يعني نرجع للمهم، للسؤال اللي عندنا اللي هو السؤال الأول اللي احنا بدنا نرجع نكتب evaluate entrepreneurship ecosystem in the Arab region and provide your own suggestion for improvement based on your evaluation. فهلا انت بدك تطلع على الريبورت هذا، بدك تطلع على Arab countries بعيد عن الأردن، شوف الدول اللي رقم 1 2 3 عربيا، والدول اللي بيحكوا عنها اليمن والصومال وليبيا والعراق وسوريا اللي هم جايين في مؤخرة الدول العربية. يعني زي انت عمالك بدك تعمل مقارنه بينهم، مقارنه بين هالدول، شو اللي ما بتعمله هاي الدول وشو اللي عملته هاي الدول عشان تصير كويسه، وشو اللي ما بتعمله هاي الدول من المعلومات اللي موجوده بالريبورت اللي موجود امامك. تمام. suggestions for improvement، طبعا ممكن نأجلها، ممكن اسامحكم في هذا بالسؤال الاول، ما بدي suggestions for improvement، مش ضروري. المهم بالسؤال الأول إنه نشرح نعمل evaluation لأحسن الدول العربية وأسوأ الدول العربية بناء على seven dimensions اللي هي الانبوتس للانتربرينيورشيب والإلفن dimension للدون بزنس. تمام؟ بالسؤال الثاني تعال على الأردن اللي جاية بالنص، وامسك ال 11 dimensions اللي موجودين بالتيبل وشوف السكور تبع كل واحد فينا، كل واحد فيهم السكور تبع الأردن فيها، احكي عن كل واحد من الدايمنشنز اللي موجودين لوحده، شو اللي عماله الأردن ما بتعمله صح، شو اللي احنا ما بنعمله صح والإمارات عمالها بتعمله صح. طبعا وانت بتكتب فيه زي كأنك عمالك بتعمل suggestion، هذا يعني indirectly انت بتجاوب على suggestion للimprovement، انه اذا حددت اللي احنا ما بنعمله صح واللي الإمارات عماله بتعمله صح، الإمارات وقطر والسعودية، معناته انك انت بتحكي انه ايش suggestion تبعتك، ممكن تحطها بالآخر، ممكن تحطها وذن الشرح تبعك، تحطها انه هاي الاشياء اللي احنا ممكن نعملها بالاردن حتى نتحسن وصير الرانك تبعنا افضل عربيا وعالميا. دكتور باي صفحة هدول الاسئلة؟ نعم باي صفحة هدول الاسئلة؟ هدول باي صفحة؟ نرجع للمادة تبعتنا، خلصنا من هذا الريبورت، احنا راح اطلع منه راح ارجع على صفحة المادة. هيا ايمان طلعت صفحة المادة عندك صح؟ ايمان اللي سألت صح؟ اه مش فاتح السيستم. هي عندنا تحت الريبورت هذا موجود TMA1. اه اوكي هات. يعني هاي TMA1 اللي عبارة عن Word Document، لما نروح على Word Document راح يطلع عنا هاي هي تي ام اي اللي موجوده عندنا، ناقص عندكم البي تي 3، لا والله البي تي 3 حاطينه احنا اصلا. تمام. هاي البي تي 3 موجوده، لا انا جايب البي تي 3 هون سوري دكتور، الملف رقم 5 الخامس هذا هو تي ام اي. انا فتحت ملف ال البي تي 3. البي تي 3 البي تي 3 خلصنا منه، هذا اللي هو ملف التي ام اي. ملف التي ام اي هذا بيحكي لنا عن الكتابه وعن البلاجرزم والاشياء الغلط والصح والاوبجكتيفز، هاي الاسئله المطلوب منا نجاوبها، السؤال الاول السؤال الثاني. شفتيهم على الشاشه؟ مش مبين دكتور غير ال صفحة الألم أس. هلا مش مبين غير صفحة الألم أس. yes. خليني أرجع أعملها شيرنج. هيك المفروض طلعت عنا رايت.
نعم دكتور. هاي الأسئلة، هاي التي أم إيه اللي بنحكي عنها يا إيمان، سؤال واحد سؤال اثنين. كل واحد وذن نكتب 1250 كلمة بلس ماينس 10%. طبعاً متبعين هارفارد ستايل. دكتور هذا اللي تسليمه بسبعة أربعة؟ هذا اللي تسليمه راح يكون إن شاء الله سبعة أربعة. دكتور؟ يس. نقدر نبعث لك الدرافت تبعت لتي ام اي سوفت كوبي على الايميل؟ لا بتبعتي لي على الايميل، هذا اذا بدك تبعتي لي اياه على الايميل، او بتجيبيه لما اذا بتكوني كاتبتي جايب موجوده بالجامعه بتجيبيها سوفت كوبي. انا قصدي علشان اختصارا الوقت اذا بقدر ابعث لك اياه على الايميل. على الايميل يس، ممكن على الايميل. هلا بعد المحاضره هاي بنبلش نستقبل منكم على الايميل. اعتقد هلا صارت الامور واضحه، يعني منبلش نستقبل انه اذا حدا عنده درافت نقرا له اياه. لينا تفضلي. لينا رافع ايدك؟ نو دكتور. لا ثانك يو. طيب حدا عنده استفسار هلا على التي ام اي؟ واضح دكتور. دكتور بس هلا احنا السؤال الاول كل مرجعنا راح يكون من التقرير صح؟ يعني احنا هي لما نيجي نكتب مثلا الريفرنس نقدر نرجع لمصادر ثانيه ولا بس نرجع للتقرير؟ نقدر نرجع للتقرير نفسه. هذا يعني هاي التي ام اي بتختلف عن يعني بدام عندنا تقرير معتمدين عليه بنستخدم التقرير تبعنا از ريفرنس. يعني في هاي الحالة أنا الكويشن 1 ما راح يكون عندي ريفرنس إلا ريفرنس واحد اللي هو التقرير. هلا في إشي ممكن تستخدموه إذا حدا بده معلومات زيادة بيقدر يقرأ، مش ضروري لكن إذا بدك معلومات زيادة شو ممكن تستخدمه؟ هذا كنا عاملينه ل اظن 22 لسه ما نزلش، بس تعينا الجي اي ام ريبورت 2021 طالع عندكم على الشاشه صح؟ يس دكتور. انا عمالي بعمل سيرش على جي اي ام، شيء اسمه جي اي ام ريبورت 2021، فهذا الجي اي ام هيو موجود، الريبورت تبع ال 21 موجود، 22 لسه ما طلعش. هذا اللي هو الجلوبال انتربرينورشيب مونيتور ريبورت. اذا بدك معلومات اكثر عن هذا الريبورت طبعا راح تلاقي فيه ال 11 دايمنشن اللي حكينا عنه، بتقدر تعمل له داونلود من هون الريبورت بيطلع لك بي دي اف. هذا الريبورت موجود فيه معلومات عن ال 11 دايمنشن للدون بزنس بالتفصيل. بتروح على الاردن بتلاقيه حاطط لك بالتفصيل كل واحد من الدايمنشن شارح لك عنه بالاردن، يعني انت بالتي ام اي مش مطلوب منك، انت عباره عن ايش؟ شيء بتتعرف على شيء جديد عمالك بالماده، او بتتعرف على شيء جديد من الريبورتس اللي ممكن تقراها وتستفيد منها. على فكره كل اللي بيطلعوا على التلفزيون بالبرامج والاقتصاديين ولا بيكونوا يتفلسفوا من هذا الريبورت على فكرة. يعني دكتور أنا رجعت لتقرير Doing of Business كمان، إنه فيه كمان عنه معلومات. هذا اللي بحكي عنه هذا اللي هو الريبورت المين للDoing Business جاي من الجي اي ام ريبورت. هذا كل سنة بطلع الريبورت العشرين واحد وعشرين، تعمل له داونلود من هنا بطلع لك الريبورت عن كل دولة من دول العالم، وبيورجيك مقارنة كيف كانوا السنة الماضية كيف هم السنة هاي، السنة اللي قبل والسنة اللي بعد في كل واحد من الدايمنشنز اللي موجودين. هذا إشي بتقدر تطلع عليه، بتقدر تجيب معلومات أكثر من الريبورت اللي موجود معنا، يعني موجود بتقدر تجيب معلومات أكثر عن الـ 11 دايمنشنز.
تمام، ممكن يكون مختلف شوي السنة هاي، يعني لما بيحكي على 21 أنا صراحة لسه ما قرأته، لكن عشان الكورونا فيروس ممكن يكون في أشياء مختلفة السنة هاي، إنه كل العالم كان فترة ركود يعني نوعا ما في أغلب القطاعات. دكتور أنا كنت أسألك عن هاي الشغلة، إنه أنا ماخذة منه بس في ستادي من 2014 عادي ما بيأثر صح؟ ما بيأثر، بيكون معلومات قديمة شوي، لكن تطلع عليه ممكن تشوفي 2020 مثلا قبل الكورونا. تمام. يعني ممكن هذا الريبورت بس مجرد إنه تعمله الجي إي إم وحط السنة على جوجل بيطلع لك الريبورت الجديد. تمام. يعني as long إنه إحنا بنقرأ بال 2022 إذا كان المعلومة كل ما كانت المعلومات حديثة بيكون أفضل يعني. Any questions؟ دكتور. تمام دكتور يعطيك الف عافية. تفضلي. دكتور طب التقرير اللي عندنا بالتقرير 2019 فهل إحنا نلتزم بتحليل 2019 ولا نرجع لمعلومات حديثة؟ لا بنقدر نرجع لمعلومات حديثة طبعاً. أو نعمل مقارنة بين السنتين مثلاً ممكن؟ ممكن تعمل تطلع عليه، بس حكيت لك المقارنة بهاي الحالة هذا وضع استثنائي، يعني لو عملتيها صح ما راح أحاسبك إنه خطأ ولا صح يعني، لكن النتائج اللي ممكن تطلع فيها مش أكيد راح تكون صحيحة بسبب وجود الكورونا، يعني إنه كان في عنا وضع طارئ بالعالم يعني. أوكي شكراً. وضحت هاي الـ TMA كيف بدنا نكتب، كيف شو الأشياء اللي بدنا نتضمنها، يعني أنا بدي أطلع على أحدث، حتى بتطلع على جوجل في أي مكان يعني في مصادر مختلفة سواء بالمادة أو حتى راح أحكيها بمادة الـ 870، في مصادر مختلفة ريبورتس مختلفة ممكن تطلعوا عليها وتجيبوا منها معلومات، شركات مختلفة هي تطلع أبحاث بشكل شهري وتطلع يعني أبحاثها بشكل شهري على كل دول العالم، منها مثلا ماكنزي، شركة ماكنزي تطلع على ماكنزي وتطلع على غارتنر، هدول دائما عندهم ريبورتس بيكون أبديتد على للدول. دكتور تفضلي. دكتور ممكن تبعت لنا البيرسونال ايميل لك على الجروب؟ يصار عندك على الجروب. ثانك يو. شكرا شكرا دكتور. اي استفسار على على هذا الموضوع، على موضوع هاي المادة؟ لا ما دكتور خلاص نركن هلا، انه انتم رايحين يعني تبلشوا تكتبوا عارفين ايش اللي بتكتبوه. انا هلا راح ابعث لك الدراسة ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هيك خلصنا احنا الديسكشن، ضل عندنا اذا حدا عنده استفسار عن الهارفارد ستايل، يعني غير المعلومات الموجودة على الـ TMA، غير انه انا بعت سامبل، بعت لكم سامبل على السامبل لـ TMA سابقة تتفرجوا عليها، اذا حدا ظل عنده اسئلة ممكن نجاوبهم خلال باخر المحاضرة، باخر اي محاضرة من المحاضرات على طريقة الكتابة والريفرنسنج. تمام دكتور. تمام هلا يعطيكم العافية الجماعة الـ 851 بتقدروا تغادروا، جماعة الـ 870 ممكن تضلوا على نفس اللينك، بس أنا راح أطفي التسجيل عشان نفصل بين المادتين. خالص تمام. يعطيك العافية. فيش داعي تطلعوا يعني عشان ما نرجع نتورط بنرجع ندخلكم يعني. آه بالضبط.